تمكنت دورية قوات الأمن والدفاع بإقليم بوركو من إلقاء القبض على مجموعة المتسللين غير الشرعيين الذين يبحثون عن الذهب بإقليم بوركو. تقرير حليمة سعدية يعقوب. على الرغم من التهزيرات التي وجهتها الحكومة بشأن منع عن البحث وتنقيب الذهب، إلا أنه ما زالت تمارس بعض المجموعات من المتسللين عملية البحث عن الذهب بما فيهم الأطفال، والذين تتراوح أعمارهم ما بين سن 14 أو دون ذلك. وللهد من هذه الظاهرة يجب على السلطات العليا بتكثيف الحملات التوعوية بدعوة أولياء أمور الأطفال من المتسللين والذين تتزايد يدوم من يوم لآخر، بالرغم من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لوقف هذه العملية، وبما أن هذه العملية قد تؤدي بهم إلى الضياء والهلاك. وعليه فإن الحكومة التشادية وعلى رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تسعى دوما للنهوض بالشباب والأطفال منهم بالرعاية والعناية بهم. فالهجرة غير الشرعية للتنقيب عن الذهب بصورة إشوائية، فإن الحكومة تهزر من الآن فسائدا لن تسمح لأي شخص يقوم بمثل هذه العملية، وبأدم احترامه للقانون سيعرض نفسه للعقوبة الرادية. وتبقى الإشارة على قوات الأمن والدفاع ببذل الجهود لأجل منع هؤلاء الجماعات التلاعب بقوانين الدولة. شهد صباح اليوم المستشفى الإقليمي لمدينة أبش عاصمة إقليم وداي المناسبة الرسمية لاختتام نشاطات القافلة الطبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير لصالح عدد من المرضى. كان ذلك بحضور ممثلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي السيدة شمس الهدى بكر كدادي. تقرير محمد عثمان بشير. بعد أسبوع بالتمام من انطلاقة نشاطات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير هنا بمدينة أبشة، وبمشاركة أطباء سودانيين متخصصين يمثلون مؤسسة البصرة العالمية السودانية، حيث أنه وبفضل الله ثم بفضل هذا المخيم الطبي لمؤسسة القلب الكبير، فقد شهدت القافلة إجراء العديد من الفحوصات والعمليات الجراحية المجانية لعدد كبير من مرضى العيون الذين توافدوا من مختلف القرى والمدن التابعة لإقليم والداي. هي مثمرة، عندنا 4000 مريض كشفوهم وعالجوهم، عندنا 410 مريض عملوا لهم عملية جراحية، و 1500 مريض اللي كان استفادوا من النظارات. نهاية هذه القافلة الطبية لا تعني نهاية لتلك الخدمات الخيرية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير التي تحمل شعارا لمختلف خدماتها الإنسانية: تعاون من أجل الرعاية الاجتماعية والتنمية. وحول أهم نتائج هذه القافلة الطبية فقد تحدثت ممثلة القلب الكبير بإقليم وداي. القافلة الطبية اللي قامت بها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة البصر السودانية، النتائج هي مثمرة، عندنا 4000 مريض كشفوهم وعالجوهم، عندنا 410 مريض عملوا لهم عملية جراحية، و 1500 مريض اللي كان استفادوا من النظارات. الخافلة الطبية دي كان مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد هند ديبي إتنو طلبتها لكي الضعفاء يستفيدوا من بعدها، والحمد لله نشكر الجميع للمؤاملة، ونقول الخافلة الطبية تتوجه لجوزبيدة وتستمر بأعمالها في جوزبيدة إقليم هنا السلة. نختم هذه النشرة بقراءة هذين البيانين: بيان وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد عبد الكريم بخيد، التقى في يومي 2 و3 من يناير 2018 مع كل المسؤولين في إدارة الأمن العام وإدارة الأراضي. الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة سير العمل في الإدارات المذكورة آنفة، توقيع الملحق الإعلامي بوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. برقية تهنئة يقدم حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالغابون
يتقدم بأحر التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو وللشعب التشادي عامة بقدوم العام الميلادي الجديد، وأن يمن الأمن وأن يعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع تشاد. توقيع رئيس الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالغابون عبد الرحمن كلوبو. إذا بهذا نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من عاصمة أنجمينا. شكرا لطيب الانتباه والمتابعة، حتى نلقاكم، دمتم في أمان الله.